أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. مشاهدينا الكرام، من فقه الحياة تدبر وفهم الكتاب الذي يصنع الخير في هذه الحياة. القرآن الكريم، كتاب الله العظيم ومعجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي كتب له الخلود وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه. نقف معكم في حلقة هذا الأسبوع مع قضية الخلود للقرآن الكريم، ونبدأ في حديثنا حول هذا الموضوع بالصوت الخالد للقرآن. فالقرآن الكريم له هوية صوتية خاصة، نقترب منها ونتعرف على أهم ملامحها. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا بك أستاذنا الكريم. مرحبا بك. أهلا ومرحبا. أستأذنك في الخروج إلى فاصل قصير، بعده نبدأ الحوار مع فضيلتك إن شاء الله. تفضل. أهلا بكم مجددا، وأجدد التحية لضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمد داود. أستاذنا الكريم، لعله من المفيد أن نوضح للسادة المشاهدين في بداية حديثنا عن هذا الموضوع حقيقة دلالات لفظ الصوت. ماذا يعني الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت هو المقصود به عند علماء الأصوات اهتزاز الأوتار الصوتية عند أو في الحنجرة حينما يخرج الهواء من الرئتين، ثم ينتج عن هذا الاهتزاز وخروج الهواء، ثم يعترض هذا الهواء بصفة كاملة عند نطق بعض الحروف أو بصفة جزئية كأن يضيق المخرج. فمثلا عند نطق الهمزة نحن نحبس الهواء أولا ثم يحدث انفراج، مثل فهذا حبس الهواء ثم انفراج، أو تضييق المخرج حين أقول نا لا إلى آخره، تحويل مخرج الهواء. هذا للصوت اللغوي. معنى الصوت اللغوي الصوت الذي يرمز به إلى أصوات معينة، النطق بمجموعات صوتية يؤدي إلى معنى معين. نعم. هنالك صوت فطري، صوت فطري لا يختص بلغة معينة. نعم. مثل الضحك، مثل البكاء، مثل فرقعة الأصابع، هذه أصوات فطرية تصدر بصورة تلقائية يتساوى الناس فيها. ثم هناك الآن في إطار التقنية الحديثة الصفات المادية للصوت وأثر هذه الصفات على الإنسان. فكما أن الصوت اللغوي الذي هو رمز للمعاني، الحنجرة والصوت البشري له، نعم له طاقات تعبيرية بلا حدود. يعني من صوتك يمكن أن أعرف هل أنت حديث عهد بيقظة، أم أنك يعني حديث عهد بنوم، أم حديث عهد بحزن، أم أنت على حالة من السرور، أم أنك لا ترغب في أن تحدثني، أنت في ملل وفي عزوف عني. مجرد سماع الصوت، الصوت البشري به طاقات تعبيرية بلا حدود. العلم الحديث بدأ يهتم بهذه المسائل والطاقات التعبيرية التي تعبر عن السرور وتعبر عن الشجن وتعبر عن الحب وتعبر عن الصدق وتعبر عن المعاني، الطاقات التعبيرية بعدد معاني الناس الذي يأتون. نأتي إلى سريعا، نأتي هناك قيم فنية للصوت، هناك في إطار القيمة الفنية في الألحان ونحو ذلك، فهذه قيمة فنية أخرى للصوت. فالصوت هذه قضية كبيرة جدا في الحياة اللغوية والحياة الفنية والحياة المادية. طالما أنه فضيلتك يعني ذكرت بعض الأصوات التي ربما لا تحمل معنى أو دلالة، ربما يذهب يعني خيال المستمع إلى أصوات أخرى. أنا أعلم أن فضلتك تتكلم عن صوت الإنسان. نعم. ولكن هل هذا الحديث بشكل أو بآخر من الممكن أن نخضعه أيضا لما يصدر من الحيوان من أصوات؟ ما من شك أن وهذا يقودنا بطبيعة الحال أنه ربما يكون لغة الحيوان أيضا مرتبطة بما يصدر عنه من أصوات. بطبيعة الحال هي مختلفة، ليس له الطاقات التعبيرية الموجودة لدى الإنسان وهذه التنوعات وهذه التعبيرات. لكن أيضا الحيوان دراسة الصوت الخاص به كالنمل، والقرآن يعلمنا أن ما من أمة إلا هم أمم أمثالنا. فلهم خصائص صوتية، والعلماء حديثا اكتشفوا
يعني كيف يصلون بهذه الصرخة أو هذا الصوت من النملة، من الأسد، من الغزال إلى تعبير معين أو إلى دلالة معينة، بل بالألفة والتعامل والتربية بدأ ذلك الحيوان يتعلم الإشارات والرموز الصوتية التي يخاطبه بها الإنسان ويستجيب لها. صحيح. نعم نعم، عظيم. نأتي إلى صلب موضوعنا في هذه الحلقة، وهو صوت القرآني، صوت في القرآن الكريم. نعم. هل القرآن الكريم أو صوت القرآن الكريم خصائص مميزة عن بقية الأصوات؟ يعني جزاك الله خيرا، هذا سؤال زكي. يعني الناس فعلا تتحدث وتسأل سؤالك بأساليب متعددة. يعني القرآن هو أصوات عربية معروفة، يعني الألف، صوت الألف، صوت الباء، صوت التاء، الساء، هي نفس الأصوات ونفس نطق الكلمات. فما السر وما الداعي وما السبب وما الدافع وراء أن نقول وأن نخصص أن الصوت القرآني له خصوصية؟ في الحقيقة القرآن جاء بنمط صوتي وآداء خاص لهذه الأصوات. معلوم أن نطق الأصوات كان معروفا عند العرب، لكن التلقي الشفهي للقرآن الكريم من سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة إلى اليوم، هذا التلقي إنما جاء صوتا. يعني القرآن لم يأتينا كتابة، وإنما جاء صوتيا مشافهة بأداء خاص غير الأداء اللغوي للكلام العادي. فمثلا في جزء مشترك بينهما، مساحة مشترك بينهما. يعني حينما نأتي إلى مخرج حرف وإلى ذلك وحقه ومستحقه، فهذا يشترك معه في اللغة. يعني حين أقول أن مخرج الفاء التقاء الشفة السفلى بأصول الثنايا، الأسنان اللي في المقدمة دي تسمى الثنايا، التقاء الشفة السفلى بأصول الثنايا العليا، فهذا يشترك مع اللغة ويشترك معه القرآن. لكن حينما تتحدث عن المد المنضبط بحركات محددة، حين تتحدث عن الغنة، فهذه الأحكام خاصة بالقرآن الكريم. ولذلك حتى الصفات اللغوية يستخدمها القرآن على وجه خاص. ولذلك هذا التلقي الشفهي وهذا الصوت القرآني فرض هيمنته عبر القرون، للدرجة أننا يمكن أن نتحدى كل اللغويين على سطح الكوكب الأرضي. نعم. كله بهذا الخلود الصوتي للقرآن الكريم. ليست هنالك لغة وليس هنالك نص لغوي مهما كان له هذا الخلود أكثر من 14 قرنا من الزمان، لا يتغير. لدرجة أن من يتعلم الآن من شيخ متقن فاهم واعي أخذ بالتلقي، وشيخه أخذ بالتلقي هكذا، حتى سيدنا رسول الله يزعم أو أزعم وأنا أتلقى القرآن بهذا الأداء من شيخي أنني، نعم، أنني أحاكي نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الذي تلقاه عن أخيه جبريل عليه السلام. هذا التلقي مشافهة هو النسخة الفريدة الوحيدة التي لا تتعرض للزيف ولا تتعرض للتحريف ولا تتعرض للتغيير، نسخة مصونة في قلب كل مؤمن يكون التلقي مشافهة من شيخ إلى شيخ بالسلسلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأداء. هذا هو السر، بالأداء الذي تلقاه سيدنا رسول الله عن سيدنا جبريل. هنا مداخلة بسيطة وسأترك المجال لحضرتك. معنى حديثك أن قراءة القرآن لا تصح إلا بهذه الأحكام، لأنه ربما يكون هناك كثيرون يقرؤون ولكن ليس بالمد أو بالإدغام بغنة؟ أو والله أو القرآن يجيبك على هذا السؤال المهم. فضل. ورتل القرآن ترتيلا. نعم. يعني القرآن له الترتيل والتلاوة، والتلاوة والترتيل هي لزوم أحكام التلاوة وأحكام الترتيل كما تلقيناها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما صاغها علماء هذا الفن في الجانب الصوتي للقرآن الكريم، المد وأحكامه، الغنة وأحكامها، إلى آخر هذه البيانات. طيب التي جاءت هنا لابد من المداخلة. من لا يتقن هذه الأحكام لا يقرأ القرآن؟ قراءة القرآن لها مستويات، فمستوى العامة يقرأ على قدر استطاعته،
بل إن أن القرآن نزل على 7 أحرف، إنما هو نزل للتيسير على أصحاب اللهجات المختلفة. بس لاحظ أنا فضلتك أنه ربما لا يقيم الأحكام اللي حضرتك بتطالب بيها اللي هي في صلب خصوصية القرآن. عامة الناس الذي يحرم عليه هو اللحن الجلي. ما اللحن الجلي في المسألة الصوتية؟ الذي يغير المعنى، يعني أنه وهو يقرأ قراءة يكون على أثرها أن يتغير المعنى، فنقول له لا صحح قراءتك. هذا هو الحد الأدنى الذي تقبل به القراءة من العامة، أن يقرأ قراءة يصح معها المعنى. أما اللحن الخفي الذي هو يتصل بالتناغم الصوتي من المد ومن الغنة ومن كل أحكام التلاوة، فهذا للمتخصص وللراغب في أن يتعلم هذا العلم. القرآن الكريم له نمط صوتي خاص يتفرد عن اللغة العربية. هذا التلقي إنما يحقق التناغم الصوتي للقرآن الكريم. وأقصد بالتناغم الصوتي للقرآن الكريم أن مساحة نطق الحرف، مساحة المد، مساحة الغنة تجعل القرآن يبتعد عن مظاهر النفور ومظاهر الشذوذ التي تحدث عنها العرب، مظاهر الثقل. يعني القرآن حين يقول في آية سيدنا نوح: يا نوح، وطلب الله عز وجل أن يهبط منه بسلام وعلى أمم ممن معك. كم ميم دي يا أستاذ أحمد؟ على أمم ممن معك 4. 7 ميمات والغنة اللي فيهم بميم، الإضغام اللي فيهم بميم، يبقى 8 ميمات، يبقى عدهم براحتك. كل مشاهد يجيبها. وعلى أمم ممن معك. أمم فيها يعني أنت مش هستهلك الوقت، المصحف موجود وعندهم براحتكم. طيب. 8 ميمات موجودة في هذه. 8 ميمات. يا أستاذ أحمد، كل اللغويين في كل اللغات يقول لك يبقى في حرفين تحط شدة، 3 حروف يبقى فيه صعوبة وفيه ثقل، 8 ميمات وفيه نغة. الله، إيه اللي صنعه؟ مع إن ده خارج القرآن يبقى ثقل. ما الذي حدث؟ هذا هو الأداء الخاص الذي تلقيناه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأداء لهذه اللغة القرآنية، لهذا الصوت القرآني، بالغنة، بالضبط، بما يحدث التناغم الصوتي، حتى جعل تكرار حرف واحد 8 مرات يحدث نغما ولا يحدث ثقلا ولا غرابة. هذا هو السر في هذا الأداء الصوتي. ولذلك يمكن قرابة 2007 عقد مؤتمر في إنجلترا، وهم يبحثون عن اللغة الكونية ويضعون معايير. ليه بيبحثوا عن اللغة الكونية؟ هذه الحضارة المادية العظيمة التي يعيشها العالم الآن، يريدون ألا يتكرر لها ما تكرر للحضارة الفرعونية. الحضارة الفرعونية يعني اللغة الهيروغليفية التي كتبت بها انطمست وزالت وذهبت، وانتظرنا حتى أتى نابليون وتم فك رموز حجر رشيد حتى عرفنا بعضا من أسرار هذه الحضارة. فهم يريدون أن يحفظوا وثائق هذه الحضارة بلغة كونية، يعني لها الخلود، لها الاستمرار. فبدأوا يضعون مواصفات صوتية، مواصفات صرفية على مستوى الكلمة، مواصفات على مستوى الجملة لهذه اللغة التي يدعى لها البقاء. وجاءوا يدرسوا اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية والروسية والصينية واللغة العربية. وكانت المفاجأة اللغة الأولى مع فارق عظيم جدا التي حازت صفات اللغة الكونية هي اللغة العربية، هي لغة القرآن. لماذا؟ يخصون هنا الجانب الصوتي، جانب التناغم الصوتي. فجانب التناغم الصوتي يجعلها مألوفة ويكون منها هذه اللغة. لو أحسنت الأداء فإنك تستمع إلى القرآن الكريم بشيء تستجيب له الخلية تستجيب له الأذن وتعجب له الأذن حتى لغير العربي. يعني عشرات من الذين استمعوا الشيخ محمد رفعت والشيخ عظيمة في كتابه دراسات في أسلوب القرآن ذكر هذه النماذج، وغيره كثير، وجميلة التي أسلمت بسبب أنها سمعت القرآن وكانت دارسة للموسيقى، فسمعت القرآن في المحل الذي يبيع اسطوانات الموسيقى، فلما
قالت أريد هذه الموسيقى، هي لا تعلم أنه قرآن. نعم. فلما استمعت وجدت هذا التناغم الصوتي، أسلمت بسبب ذلك. كثيرون، أنا عندي أخ استضفته أيام أن كنت في أمريكا، وجاء ودرس في معهد معلم القرآن هنا، وهو الآن داعية في أمريكا، اسمه صامد من ولاية كاليفورنيا. هو أسلم على صوت الشيخ فضيل الكشك وهو يقرأ القرآن. الطاقة الروحية، الطاقة التعبيرية، التناغم الصوتي، فهذا هو السر في هذا الصوت القرآني. لذلك اللغة الكونية الأولى بسماتها الصوتية اللغة العربية، لكن أكثر من ذلك وأكثر من كل ذلك، تجربة أنا كنت جزءا منها حينما كنت في مهمة علمية في إنجلترا 2003، وكنت في جامعة ليدز، وكانت هنالك تجربة هم صنعوا التجربة ليقيسوا الأداء الصوتي للمذيع، لمقدم البرامج، لمغني الأوبرا، لكل المتعاملين مع الكلمة، كيف يقدمون واحدا على آخر بمعيار علمي وليس بمعيار ذاتي. يعني أنا النهاردة اليوم جئت فطران كويس ومسرور، وبعدين استمعت الأستاذ أحمد عتابي أقول ده أحسن واحد في الدنيا، أنا منطبع بحالتي النفسية أنا، ومرة تانية أقول لا لا أنا مش مبسوط. هم عايزين يتخلصوا من هذه الذاتية وهذه الرؤية الذاتية إلى معيار، ها، معيار علمي، معيار تقني، معيار علمي لا يخطئ، الآلة لا تجامل أحدا. فبدأوا يضعوا مواصفات للتناغم الصوتي. فرئيس الفريق كان فيه ناس يهود وناس مسيحيين، وأنا كنت المسلم اللي يمثل المسلمين من علماء اللغة فيهم، وناس لا دين لهم، والكلام في هذه التجارب كلام علمي بحت لا صلة له بأي دين إطلاقا. فالراجل ديفيد هناك قال لي أنتوا عندكم تراتيل وأغاني دينية كذا ما تجيبوها، وأنا فهمت أنه يقصد القرآن الكريم. في البداية أنا اتصلت هنا بمشايخنا وأساتذتنا الكبار اللي ليهم دراسات في كذا، ويمكن كان أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الصبور شاهين كان عضو في لجنة اختبار القراء بالإذاعة، فاتصلت به فقال يا داود أهم حاجة إنك تختار قارئ قراءته منضبطة. يعني إيه قراءته منضبطة علميا؟ يعني حين يقرأ لا يأخذه النغم خارج أحكام التلاوة، أو المقام ومراعاة المقام خارج أحكام التلاوة. في الحقيقة إحنا بعد التجارب وبعد فحص وتدقيق وقفنا على إمام الأئمة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، قراءة صوت جميلة وصوت ودقة وانضباط منقطع النظير. وضبنا لهم جزء عام على الأسطوانة وديناهم له. وهيئ نفسك للمفاجأة التالية، أحسن مغني أوبرا في التجربة دي خد 80%، الشيخ الحصري حين قرأ أخذ 100%. ليست هنالك فجوة واحدة. قالوا له عندكم تراتيل وأغاني تانية؟ قلنا لهم آه. فأعطيناهم صوت الشيخ الحصري للقرآن كله بقراءة قصر المنفصل، وكانت المفاجأة إن المؤشر ماشي كذا زي رسم القلب، لم يسجل فجوة واحدة. الراجل رئيس التجربة كان راجل لا ديني، ملوش دعوة بأي أديان، قاعد يخبط على الترابيزة كده ويقول ده مستحيل، ده مش ممكن، ده شيء معجز. قلت له أيوة هو شيء معجز. ده هو قاعد يكرر ميركل دية الكلمة دي 5-6 مرات. قلت له لأن ده مش كلام بشر. قال لي إيه؟ قلت له ده كلام الخالق. أنا حتى ما رضيتش أقول له كلام الإله أو كلام الله، لأن ده ليه تصورات مختلفة عند بعض الأديان وكذا. ثم ده كلام الخالق للكون كله، وده كان سبب إن هو بدأ يتعرف على وجهني أنا حتى، ويوجه وقال لي للمسلمين ولما ترجع في المشروعات البحثية عندكم في قسم علم اللغة خلي الناس تدرس الصوت القرآني، مش بس زي ما قال كما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني على عظمته وجلاله وعظمة ما قاله في دلائل الإعجاز، مسألة النظم على مستوى الجملة، لا ده على مستوى الكلمة وعلى مستوى الحرف وعلى مستوى الحركة. هذا هو سر العظمة الصوت القرآني، هذا التناغم العظيم الذي الآية لا تجامل، الذي سجل هذه العظمة على هذا النحو. ولذلك
بعدها على طول انا ساعطيك المجال وانت يعني تطول بالك عليا، بس انا عايز اقول للاخوه المشاهدين على هذه العظمه، عايز اطلع لهم الجواهر دي ويلتفتوا ليها، لان احنا في غفله عنها. براحتك خالص يا دكتور، الله يبارك فيك. بعديها انا رحت امريكا والتقيت بعلمائنا، فانا لما رحت هناك قلت لهم انا مشغول ببحث، وكنت مشغول اقدمه لرابطة العالم الإسلامي للمؤتمر الكبير اللي بتعمله الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. قلت لهم الصوت اللغوي أنا قريت فيه، الرافعي قال فيه، وعبد القاهر قال فيه، وأئمتنا القدامى قالوا فيه، وكل من أسهم في هذا العلم قال فيه كلاما عظيما، لكن أنا ما بتكلمش على الصوت اللغوي، لا، أنا بتكلم على الصوت المادي، الصفات المادية أدخل بيها المعمل. قالوا لي ليه بتسأل السؤال ده؟ قلت لهم أنا شفتكم هنا، رأيتكم أنكم تعالجون بالموسيقى، والخلية قلتوا لي إنها بتستجيب لصوت موسيقى هادئ، الراجل كده يرتاح، المناعة عنده ترتفع، صحته تتحسن، الدنيا تبقى كويسة عنه. عامل مساعد مش عامل أساسي، يعني مش هيأجله عملية جراحية وسمعوا الموسيقى، لكن عامل مساعد. فقلت لهم طيب ما نحط الصوت القرآني مكان الموسيقى ونشوف، بس بصوت ناس زي الشيخ محمد رفعت، زي الشيخ مصطفى اسماعيل، زي الشيخ الحصري، الكبار دول اللي هم يعني منحة ربانية خلقهم الله للقرآن. فوافقوا وعملوا تجربة كده مبدئية، فقالوا لي الخلية تأثرت، منعت الخلية، قالوا لي طول بحضور فضيلتك هم يعني اطلعوني على النتائج بقى. فقالوا لي، قلت لهم فهموني ايه الحكاية، قالوا لي ما اصل طول الموجة بيأثر على الخلية، حتى في الاشعاع اللي احنا بنعالج به الخلايا، ولما تتعب او يجي لها مرض مزمن او كذا عافانا الله واياكم، قال لي طول الموجة يأثر على الخلية، فالصوت القرآني بصفاته المادية بيأثر على الخلية. وبعدين وقفت على باحث ياباني او باحثة يابانية وعندي كتابها، وجابت، وممكن اي حد يدخل على الشيخ جوجل كده ويكتب هذا البحث، اثر قراءة القرآن على ماء زمزم، ويشوف الجزيئات بتاع ماء زمزم مصورة قبل قراءة القرآن وبعد قراءة القرآن، سيجد ان المسألة تغيرت. إذن الصوت القرآني بصفاته اللغوية طاقات تعبيرية بلا حدود، تناغم خالد لسر الخلود، بصفاته المادية له هذا الأثر العظيم الذي يجب أن نقف عنده بمزيد من الدراسات والبحث العلمي. نعم، الصفات اللغوية لا تنفصل عن الصفات المادية بالنسبة للقرآن الكريم، لأنه ده هيدفعني أنه ربما يتبادر إلى ذهن البعض، طالما أنه السر في الأحكام، أحكام الضابطة لقراءة القرآن الكريم، ماذا لو قرأنا كلمات أخرى بنفس الأحكام؟ هل ستكون النتيجة واحدة؟ النتيجة ليست واحدة، لأن سأدلل لك، القرآن له اختيارات في الكلمات والحروف وتناسقها مع بعضها البعض بشكل بديع. أقول لك مثلا، يعني حينما جاءت نظرية في علم اللغة اسمها نظرية التماسك النصي، أن النص يكون متماسك، والنهاردة في الكتابة العلمية يقولوا من أي باحث، من أي إنسان يقولوا كتابتك دي ينبغي أن تكون علمية، طب إيه المعيار؟ يقول لو إن عندك فقرة أو عندك نص، لو قدرت تشطب منه سطرين، فقرة، صفحة، يبقى لسه ما وصلش إلى درجة التماسك النصي. إيه المقياس والمعيار إن ده وصل للتماسك النصي؟ يوم ما تحذف كلمة فينهار النص وينهار المعنى، يبقى كل كلمة ليها لازمة، ليها موضع، ليها ضرورة. نعم. ومش ممكن بقى في القرآن مش كده وبس، لا، ده مش ممكن تستبدل بهذه الكلمة كلمة أخرى حتى من داخل القرآن. أديك مثال، ربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تدبر معي، كتاب أحكمت آياته، هذا الإحكام يحتاج إلى حكيم. نعم. فقال من لدن حكيم. طيب، ثم فصلت، التفاصيل، الدقائق، الخبايا، الخفايا تحتاج إلى خبير، فقال من لدن حكيم خبير. انظر إلى الترابط بين دلالة الكلمات. معذرة وأستغفر الله العظيم، يعني تفضل، هل من الممكن المعنى يتغير لو استبدلنا كلمة خبير بعليم؟ يتغير لدن حكيم عليم. يتغير جدا، لأن العلم غير الخبرة.
العلم قد يكون معرفة نظرية لا تتصل بجانب الممارسة، لكن الخبرة بها علم وبها ممارسة وبها ضربة. فإذا الخبرة بترقى بك في أعماق وفي فضاء أكثر من المعنى، ولذلك لا يمكن أن تأتي بكلمة عليم أو من أسماء الله الحسنى أو بصير أو سميع بدلا من حكيم أو بدلا من خبير. القرآن ليس قطع غيار، وأنا سئلت في هذا الموضع سؤالا ليس في ذلك ولكن في غير، لكن أود أن نتدبر معا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انظر إلى التناغم والتلاقي والتماسك بين الكلمات. أنا سئلت مرة من أحدهم وأنا في إنجلترا في قسم الدراسات الإسلامية واللغوية بجامعة ليس، أحدهم سألني في مناقشة لإجازة رسالة ماجستير، فكنا نتحدث، وأنا كنت ساعتها أستاذا مساعدا، فاستضافوني كي أشترك في المناقشة في هذا التخصص. فقال أحدهم وهو أستاذ في الدراسات القرآنية، كان يعني من اليهود المتبحرين بعمق في هذه الدراسات، قال لي والله أنا عندي سؤال يعني لا أجد له إجابة مقنعة. قلت اسأل، وأنا كنت هناك لا أتعجل الإجابة، وأريد ممن يسأل في مثل هذه المسائل أن يأخذ فرصة ليراجع ليبحث ثم يعود بالإجابة. يعني منطق أبو عرام وأبو علي أننا خبير في كل حاجة والإجابة الفورية يجب أن نتراجع عنها كثيرا، أنا تعلمت هذا، دي سمة سائدة في هذا الزمان، سمة سائدة ويجب أن نتراجع عنها في المنهج العلمي. نعم. قال لي كلمة إبليس وكلمة الشيطان في القرآن الكريم، مرة يقول لي إبليس مرات يقول لي الشيطان، يا أخي هو إبليس ولا هو الشيطان؟ تم توحدوا يا جماعة وتخلوه، أنتوا بتقولوا القرآن محكم، ما تخليها إبليس على طول أو الشيطان على طول. فقلت له دعني أراجع وأجيبك، قال أنا أحترم ذلك. فأخذت فرصة يمكن يعني ثلاثة أسابيع أو ما يقرب من ذلك، وأنا أبحث وأراجع وأدقق وأسأل وأسأل ربي وأنام لأحلم بالإجابة وأشوف وأرى نفسي هل أنا مقتنع بما وصلت إليه، لأنني لو لم أقتنع ولفقت لن يقتنع بها الآخرون، يجب أن نكون صراحاء. ويمكن أن يعجز الإنسان عن الإجابة فيقول الله أعلم، لكن الخطر كل الخطر أن يلفق الإنسان إجابة ليخرج من الموقف. حتى بدأت جئت بكل آيات القرآن الكريم وسياقات الآيات القرآنية، ثم رجعت إلى صاحب الحس اللغوي المرهف الأصفهاني في مفردات القرآن الكريم، هذا الرجل له حس لغوي مرهف، فبدأت أقف على دلالة إبليس ودلالة الشيطان. ويمكن لما وقفت بالضبط الذي حل لي المشكلة في سورة طه، حين أراد الله أن يبين قصة البشرية والصراع بين الخير والشر والنجاة كيف تكتب للبشر، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا آدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فوجدت أن إبليس في كل القرآن يطلق عليه كلمة إبليس في موقف الإباء والرفض، دعي للسجود فأبى أي رفض، كان شره على نفسه، كان خطره على نفسه، لم يتعدى إلى غيره. مرت آيات في هذه السورة وقصة الصراع بين الخير والشر متمثلة في آدم ولجوئه إلى الله وفي إبليس وعناده وتكبره، بعد ذلك يقول الله عبده ثلاث أربع سطور يقول فوسوس إليه الشيطان. يا رب أنت من سطور قلت إيه إبليس، ليه هنا الشيطان؟ الأصل فوسوس، بدأ شره يتعدى إلى غيره. فوجدت أن في القرآن باستقراء الآيات أن كلمة الشيطان تطلق على كل من يغري غيره بالشر أو يغوي غيره بالفساد، وليس على إبليس فقط بل على البشر أيضا، لقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقدم شيطان الإنس على شيطان الجن.
إذن كلمة شيطان تطلق على كل من يغوي غيره ويغري غيره بالشر والفساد. لا تجد موضعا في القرآن الكريم إلا وله في ذلك. لا تجد فيه مثلا فوسوس لهم إبليس أو الوسوسة. لا لا إلا 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 إذا كان استخدام مجازي زي البشرة مثلا حين تستخدم للتقريع والتبكيت في غير موضعها. لكن الاستعمال الأساسي باستقراء آيات القرآن كله، وهذا بحث توفرت عليه، أن إبليس تطلق في السياق القرآن على نفسه. شره على نفسه، الإباء والرفض على نفسه. الشيطان تطلق على كل من يغري غيره بالشر ويغوي غيره بالفساد، كان من الإنس أو كان من الجن، ينتقل شره إلى غيره، ينتقل ويتعدى شره من نفسه إلى غيره. عظيم. فبدأت أذهب إليه وأقول له هذا البيان، فقبل وامتدح هذه المسألة. وأنا أقول ذلك وإن كان هذا في جانب الموضوع الذي نتحدث فيه، لو تأذن لي حضرتك. مسألة مهمة على الهامش. نصيحة أنا بدي تجربي لشبابنا العلماء. نعم. وهي أننا حين نذهب إلى الغرب ونذهب إلى الحياة المادية المعاصرة، الإسلام لا يخشى النقد أبدا، وحتى قضية الألوهية القرآن عرضها للإقناع، والقرآن بيّن أنه لا إكراه في الدين، وبيّن في الاقتناع قال إن كان أحد يعني يعلم إلها حقيقيا له مواصفات الإله يقول لنا أإله مع الله. الإسلام لا يخشى النقد، لكن يكون الأمر والحوار بصورة علمية. الغرب هذه هي الخبرة، الغرب ليست عنده المقدسات التي عند الشرق، فحتى الإله عندهم محل مناقشة. حتى أنت لا تستغرب أن تجد بعض الكتب على الأرفف، لماذا لا يموت الإله مثلا، هذا عنوان كتاب، لماذا لا يتوفق، لماذا لا يتفوق الإنسان على الإله، هذا عنوان كتاب آخر، وهو هذه الكتب عندي حتى. إذن كل شيء قابل للمناقشة عندهم، ويجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم كيف نملك الإجابة المقنعة ونملك الدليل العلمي. ارتفاع الصوت ليس حجة، الشتائم ليست حجة. يعني الإسلام يقبل مثل هذه الأسئلة دكتور؟ لو سئل ينبغي، ممكن ابنك يسألها لك. لا إيه الإله؟ لا فكرة أنه يتفوق الإنسان على الإله، يعني كونها تسأل من الغير هي لا تسأل. مسلمات الأدب مع الذات العليا. احنا عندنا مسلمات وعندنا أدب مؤمنين، لكن لو سئلت من غير المؤمن لابد أن تملك الإجابة المقنعة. نعم. هذا ما أريده، يعني ما أريده ينبغي أن نتسلح في عصر صار كالحجرة الصغيرة وتلاشت المسافات بين الناس، وأصبحت بلمسة مفتاح تأتيك كل الأسئلة وكل المعلومات وكل التشكيكات وكل وكل وكل، أصبح كل هذه الأمور من أهم المهم على العالم أن يتسلح بالدليل المقنع. بس بالدليل الإسلام عندما العلمي. يقول مثل هذه الأسئلة يعني سيقدم حججا لا يعني لا تستند على أرضيته، يعني أو المسلمات التي يوافق القرآن عليها يعلمنا حبيبي. القرآن يعلمنا كيف نجيب. نحن نعم. نريد أن نتعلم من القرآن، نريد أن نعيد اكتشاف الحوار القرآني مع الآخر حتى مع غير المؤمن. يعني أنت في سورة النحل حين يذكر الله يبدأها بذكر الدار الآخرة لأنها جاءت بعد سورة الحجر، وسورة الحجر جاءت بعد تسلية رسول الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت وما يتصل به من شؤون الآخرة. بعدها يأتي أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني شوف التناغم ما بين السورتين. بعدين بدأ ربنا يذكر مظاهر القدرة وطلاقة القدرة، وأنه خلق الإنسان من نطفة وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم ومهد هذه الأرض لكم وصنع وصنع وصنع. بعدين يجي ربنا بعد 16 آية، بعد 16 آية يقول في الآية 17 إيه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. وبعدين بعدها مباشرة انظر إلى الخطاب القرآني المقنع الذي يخاطب العقل، بعدها مباشرة، وهذا من بلاغة القرآن أيضا وهذا من روائع البيان القرآني أيضا، أفلا تذكرون، بعدها مباشرة في الآية 18 يقول ربنا إيه؟ يقول مش النعم دي فقط، مش طلاقة القدرة ليست هذه فقط، بل يقول ده كتير منه وما تقدروش تحصوا فضل ربنا عليكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها.
يعني وبعض الناس لابد نبينها ما دمنا بنتكلم عن روائع البيان في القرآن وخلود الصوت القرآني. طب وهل النعمة تعد؟ هل المفرد يعد؟ المفرد لا يعد، لكن إيه هنا؟ أبدا، ده هذه سنة قاعدة لغوية معروفة في القديم وفي الحديث، هي أن اللغة العربية تقوم على الإيجاز وحذف ما هو معلوم، كما يقول واسأل القرية. وأنا لما أسأل القرية أجي عند حوائط القرية ومباني القرية أقول لها يا حوائط يا أشجار زي حال القرية دي، ولا بسأل البشر؟ بسأل أهل القرية. لكن لغة الإيجاز، حتى إحنا دلوقتي أنت معك محمول حديث جميل رشيق رائع طيب، فأنت تقول لصاحبك طب استنى جيب المحمول، وما بتقولش التليفون، المحمول. نعم. لغة الإيجاز، أنت بتذكر أهم كلمة تدلل وتشير إلى هذا الشيء بسرعة، لغة الإيجاز. نعم. طب ما أنت بتعمل كده، فالقرآن بيقول وإن تعدوا أفضال الله في نعمة واحدة، أنتم عاجزون عن إحصاء فضل الله وأثار فضل الله. نعم. في نعمة واحدة، فما بالكم في كل النعم. نعم. ثم بعد ذلك، بعد هذه الآية، يستعرض القرآن من جديد أفضال الله عز وجل. نحن مطالبون بأن نحسن الخطاب وأن نحاول هذا الحوار العلمي الذي يقوم على حقائق العلم، وأن نعيد اكتشاف أنفسنا وقرآننا وديننا من جديد كي نقدمه بلغة العصر، لغة العلم. العلم محايد، العلم هو الشاهد الثقة الذي لا يجامل أحدا على الإطلاق. عظيم. معلش أنا خرجت شوية عن لا أبدا، هو حديثك دائما كما أؤكد مرارا وتكرارا دائما رائع وممتع. بارك الله فيك دكتور محمد. أنا إذا سمحت لي يعني هنجهدك بعض الشيء في أن تقدم لنا بعض النماذج أو قبس من القرآن الكريم. نعم. للتدليل على ما أشرت إليه، يعني بعض النماذج من القرآن الكريم توضح تميز الصوت القرآني وصلة هذا الصوت بالمعاني المتضمنة. نعم. لهذه الآيات من القرآن الكريم. أنا هبدأ بنموذجين فريدين، ما من أحد يقرأ القرآن حتى مشايخنا وأساتذتنا وأنوار الله فينا القراء الكرام يقفون عند هاتين الآيتين، ما من واحد يختم مصحف إلا ويقف عند الآيتين دول. نعم. يعني سيدنا موسى وحكاية الحوت ونسيان الحوت والمسألة دي كلها، سيدنا لما يجي يقول إيه؟ وما أنساني هو إلا الشيطان أن أذكره. في كل قواعد اللغة هذا الوزن وما أنسانيه ليه وما أنسانيه، وهذا وجه نادر في النحو، لماذا لجأ إليه القرآن بهذا البرواز الصوتي؟ أنتوا في الإعلام بتعملوا برواز صوتي على جملة، على اسم، على تتر، على أي شيء، ليه البرواز الصوتي ده؟ ليه الإظهار الصوتي؟ هنا إذا سمحت لي، القرآن الكريم هو الذي كسر القاعدة؟ هو لم يكسر القاعدة، الوجع لها وجوه، فجاء بالوجه النادر. لماذا؟ يعني الوجه الشائع وما أنسانيه. نعم. القرآن وما أنسانيه ليه؟ قال لأن نظرة الحدث اللي حصل هو النسيان، مثل هذا الحدث من الحوت، وأنه بعد أن يعني يشوى ويؤكل منه يتخذ سبيله في البحر سربا كده، ويبقى الأمواج تدل عليه أن نمشي من تحتها. المظهر ده لا ينسى، الحدث ده لغرابته وإعجازه لا ينسى، فجاء القرآن ليعبر عن ندرة الحدوث بنظرة وجه النحوي، فأشار إليه بهذه الإشارة الصوتية وما أنسانيه ليلفت الانتباه إليه. طيب هنا القراءة تصبح خاطئة لو قرأها قارئ ما وما أنسانيه، ليست خاطئة على النحو النموذج النحوي. نعم. لكن هي خاطئة على أساس التلقي، إن القرآن هو اللي اختار الوجه ده. نعم. القرآن لما يختار وجه على وجه ينبغي أن تلتزم بما اختاره القرآن، لأنه يشير إلى معنى، إلى حكمة. هذا مثله مسألة العهد الذي أخذه سيدنا رسول الله والصحابة وعاهدوا رسول الله بعد صلح الحديبية ونحو ذلك. ربنا يقول إيه؟ ومن أوفى بما عاهد عليه الله. شفت الثقل ده؟ مع إن عليه الله، مع إن في كل القرآن عليه الله. اللي تب هنا ليه بقى؟ ودي قراءة حفص. شوف ومن أوفى بما عاهد عليه الله، قال لك أولا لما حصل ضم للهاء حصل تفخيم للام،
لأنك لو كسرتها سترقق في إلام الجلالة. صحيح. وهذا أدعى للتعظيم، التفخيم يناسب التعظيم للفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الثقل في ضم الهاء عليه الله إنما يشير إلى ثقل هذه البيعة وخصوصيتها، لأنها مع الله عز وجل في سياق خاص. انظر إلى الإشارات الصوتية القرآنية كيف تستخدم للدلالة على مواقف خاصة أو إلى معاني خاصة. هذا شيء يتفرد به القرآن الكريم وما يعقلها إلا النماذج الشائعة، النماذج التي تكون سريعة جدا. نمسك من الأول، من أول السطر، من أول الصفحة، من أول كلمة في السطر في الصفحة. أول حاجة الحركات، ودي نتاج إرشاد الرجل اليهودي اللي حضر تجربة الشيخ الحصري، ولما حصل التناغم الصوتي بنسبة 100% وخبط كده، قال يا جماعة ادرسوا النص ده، نص غير عادي، ما تدرسوش الكلمات بس على نظام نظرية النظم عند عبد القاهر. وقال عبارة حلوة أنا بديها الإهداء لعلمائنا. نعم. يقول نظرية النظم ده، يوم النظم عند الإمام عبد القاهر في كتابه العظيم دلائل الإعجاز، يقول لها امتداد. ابحثوا عن امتداد هذه النظرية. يعني هو ملغيت الكلمة ونظمها في التقديم والتأخير والمسائل داخل الجملة داخل الآية. لا شوفوا برضو. طب نظرية النظم بس لغير المتخصص، نظرية النظم اللي بيقول إعجاز القرآن ليست في الكلم العادي خارج النظم، لكن داخل النظم القرآني، إن القرآن له نظم، نظم الكلمات في نظم خاص. وده صلب ما تؤكده حضرتك. صلب ما تؤكده. نعم. الجديد بقى إن هم بيطلبوا إن نعمل امتداد لنظرية النظم، يعني لا نقف عند حدود الكلمة لكن نذهب إلى الحرف في إطار الكلمة نجد له سر وإعجاز. بل اسمع إلى الحركة. يعني مثلا أديك مثلا. نعم. ربنا سبحانه وتعالى حين يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، المية اللي تنزل من السماء اتجاهها إيه؟ إلى الأرض، من أعلى إلى أسفل. إلى أسفل. طب شوف الحركات المناسبة لها، بماء منهمر، مش الكسرتين يناسبوا الحركة من أعلى إلى أسفل؟ طب ده يظهر فين؟ في المقابل، وبضدها تتميز الأشياء حين يقول ربنا وفجرنا الأرض عيونا. طب حركة الماء هنا منين؟ من أسفل إلى أعلى. نعم. مش يناسب الفتحتين عيونا؟ نعم. ليس عبثا، هذا كلام الحكيم. نعم. كل شيء فيه بحكمة، حتى الحركة. طب اسمع، يعني لفظ يتمطى ثم ذهب إلى أهله، يتمطى يعبر عن الغرور والكبرياء. هي يتمطى أصلها يتمطط في أصلها، لما القرآن الطه الأخيرة يحولها إلى هذه الألف يتمطى. بعض الناس يقول عشان تتوافق مع نهايات الآيات. نعم. والفاصلة الصوتية، نقول له ده الشكل الصوتي ده مراد ومطلوب، لكن الجديد والمتميز فيه هو ليس كالشعر وقافية الشعر. ممكن نخطئ، مش نحول مثل القرآن في إثارة القاعدة، لا ده يخطئ ويقول ضرورة شعرية علشان القافية لا تكسر. نعم. لا ده هنا النظام يبقى يجي لتناسق صوتي، لكن الجديد اسمع له وظيفة دلالية. عظيم. يعني يتصل بالمعنى، لأن الألف دي مناسبة لبيان التعالي والغرور الذي يكون فيه شأن هذا المتكبر، إلى غير ذلك. نعم. من الكلمات التي أنا أعلم أن الاستشهادات كثيرة، ولكن معذرة لأن الوقت يكاد يكون انتهى بالفعل، ولكن سريعا سريعا، لكن هو دائما الوقت معك مضي سريعا. شكرا. لكن لو أذنت لي هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد. لا إن شاء الله يجمعنا لقاء آخر بحضرتك، ولكن نقطة أخيرة ننهي بها الحديث في هذا الموضوع لعل اللقاءات أخرى لا تسمح بها. هل يعني مع هذا الإعجاز للقرآن الكريم، هل يصح أن نقول أننا مطالبون أن نلتزم بهذه القواعد وهذه الأحكام في أحاديثنا العامة إعلاء لقيمة القرآن الكريم؟ هنالك أمور نلتزم بها، مثل مخرج الصوت.
والتفخيم والترقيق هذا قسم مشترك، لكن القلقلة لا، ده هذه ظاهرة خاصة بالقرآن. عظيم. لكن المادة هذا خاص بالقرآن. نعم. ولذلك لو جاء إنسان خارج القرآن فكانت منه القلقلة وكان منه المادة وكان منه الغنة، يقول له هذا غير مقبول ولا يليق بهذا الكلام، بل ويصبح الكلام غير مقبول، والله صنعه لهذا الكلام. عظيم. إن شاء الله يجمعنا لقاء آخر بحضرتك إن شاء الله، يعني نستفيد من علمك في هذا المجال. وختاما نشكرك في ختام هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لفضيلتك. شكرا لك. مشاهدينا بهذا أيضا تنتهي حلقة هذا الأسبوع. الأسبوع القادم بحول الله وقوته يجمعنا لقاء آخر من فقه الحياة. إلى اللقاء.